أب لثمانية أبناء، خمسة ذكور وثلاث إناث. درس وتخرج من جامعة الزيتونة المعمور، أعاد الله عمارته ومجده وخلصه الله من تلك الشوائب التي تهم حوله، حيث تحصل على شهادة العالمية في العلوم الشرعية والأداب، وذلك سنة 1959. قبل انتهاء هذه السنة سافر إلى مصر، حيث التحق بجامعة الأزهر الشريف مواصلا دراسته، وتحصل على الإجازة في الدراسة الإسلامية، وانتسب تزامنا مع دراسته بالأزهر إلى جامعة عين شمس، وتخرج منها سنة 1994. بعد عودته إلى تونس اشتغل بالتدريس ثم قاضيا شرعيا، وقد تعرض إبان شغله. من هنا تبدأ هذه الإرهاصات التي ستبلور حياته، حياته الفكرية أو حياته الاجتماعية. وقد تعرض إبان شغله إلى كثير من المضايقات من السلطات البوليفية آنذاك، وذلك لمواقفه ومناهضته لعديد القضايا، كقضية التبني مثلا التي أقرها القانون. وللإشارة، فإن الشيخ محمد علي كيوة كان قد تتلمذ على يد جملة من المشايخ والعلماء الأجلاء، كالشيخ الفاضل بن عاشور، والشيخ مختار السلامي، والشيخ جعير، وفي مصر على يد الشيخ عبد الحليم محمود، والشيخ محمد طولي الشعراوي، وكان شيخه المربي في مقام الإحسان. وأريد أن أركز كثيرا على هذه التسمية، مقام الإحسان. كان الشيخ رشيد النيفر رحمه الله، قلنا أن إنتاجه الفكري والمعرفي والعلمي كان له انعكاسا وتأثيرا على حياته وحياة أسرته وأبنائه. فقد واصل الشيخ شغله بالقضاء حتى سنة 94، وفي هذه السنة أجبر إجبارا عن الخروج في التقاعد. وفي سنة 1994 أيضا قدم الشيخ مخطوطة كتابه، ومن هنا تبدأ المعاناة. مخطوطة كتابه موقع البهائيين في الحركات الهدامة إلى دار النشر والطباعة، وكانت تسمى الشيماء، في محاولة طبعه، إلا أنه تعرض في المرحلة الأولى إلى إغراء البهائيين له، حيث عرضوا عليه مبلغا ماليا وقدره 150 ألف دينارا في ذلك الوقت سنة 1994، مقابل مدهم بالمخطوط، أصل المخطوط والوثائق. كما أغروا صاحب دار النشر الدكتور عبد الله يونس رحمه الله بمبلغ 300 ألف دينار. وحين رفض كل من الشيخ وصاحب المطبعة هذا الإغراء، الذي تحول فيما بعد إلى تهديد بالتصفية الجسدية، وقد قدم إلى القضاء عريضة قبرت بمكاتب المحكمة، وبقي الشيخ يعيش في رعب مع أسرته. ولي وثيقة وجدتها أخيرا، هي الدعوة التي رفعها صاحب المطبعة إلى المحكمة بالتهديد مع الوثائق. في نفس السنة وبعد هذه الواقعة مباشرة، وقع استدعاؤه إلى القصر الجمهوري من قبل بن علي، الذي أمره بعدم محاولة طبع هذا الكتاب بل ونسيانه نهائيا، على اعتبار وأن أحد وزراء بن علي كان بهائيا، وهو محمد بن نور الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية. سنة 2012 تم طبع الكتاب بدمشق بدار النايا، وحين تم عرضه بمعرض الكتاب سنة 2013 جمعت كل نسخه من الرفوف بغاية إتلافها. 2014 تعرض إلى حملة شرسة من قبل جملة من المنظمات السياسية والاجتماعية، وأنتم تعرفون هذه المنظمات ولا داعي إلى ذكرها، لمناهضته مشروع المساواة في الميراث، ومشروع إجازة الحرية للمثليين، وتصديه للفصل السابع من الدستور الذي ينص على حرية الضمير والمعتقد. وحين أقول التصدي لهذا الفصل، لا يعني التصدي لهذا الفصل، لأننا نحن أساساً لنا هذا الفصل في دستورنا القرآني وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك من قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن نحن لا نحتاج إلى وضع فصل يقول بحرية المعتقد، لأننا نحن في عقيدتنا هذا موجود أساسا، ولكن النص يتعلق بجزئيات هذا الفصل وبما فيه من روائح ندنة
خبيثة لها غايات قذرة. ولعلمكم وأنا شاهد على هذا وأشهد الله على كلامي أن لما صدر هذا الفصل وهنا دور العلماء لما صدر هذا الفصل في مدينة باردو فقط دخل إلى النصرانية كثير من الشباب أي ارتدوا عن الإسلام. سنة 2016 قدمت به قضية من قبل البهائيين في تونس تحت عنوان بث الكراهية بين الأديان، حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنة ثم بعدم سماع الدعوة. سنة 2015 أصدر كتابه التبرقع الصهيوني في العقيدة الوهابية، تم تبعه بدار السقيفة في تونس. وقد تعرض المرحوم إلى العديد من المضايقات من قبل الجماعات السلفية الوهابية في تونس، حتى أنه أدرج اسمه رحمه الله ضمن الأشخاص المستهدفين بالتصفية، وأيضا أدرج اسمه لدى السلطات السعودية للتصفية، ولكن الله سلم والحمد لله. سنة 2017 منحته جامعة الأزهر شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية. انحصر اهتمامه العلمي في السنوات الأخيرة على محاولة تجديد المفاهيم، حيث كان ينادي بتجديد المفاهيم وتصحيح بعضها في كل ما يتعلق بأمور الدين. فمثلا كان يدعو إلى التدبر في آيات القرآن بعقل وفكر هذا الزمان، وكان يناهض تلك المقولة التي تقول ما ترك الأولون للآخرين شيئا. نعم نحن نجل من سبقنا، ولكن نحن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا خير في من لا يذيب. نحن مطالبون بالاجتهاد وبالإضافة والبناء على ما تركه لنا الأولون، حتى لا نسقط في الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم الذي يقول أو ما معناه حين سئل متى يحل بأمة البلاء، قال من ضمن ما قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها. إذن كان يدعو إلى التدبر في آيات القرآن بعقل وفكر هذا الزمان، وكان يقول لكل زمان أهله ولكل زمان مفاهيمه، وهذا يتجلى في إنتاجه وكتاباته كما حاول أن يصحح بعض المفاهيم كتصديه ومقاومته لكلمة التصوف التي هي دخيلة أساساً على الإسلام، وإبدال كلمة صوفية بالتسمية الحقيقية وهي مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن نحن كما قال استبدلنا ما هو أدنى بالذي هو خير بما هو خير، وأوقف إنتاجه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبته، كما تصدى وأوقف جهده للتصدي للحركات الهدامة التي تحاول الحط والتشويه وتدنيس الإسلام، ويتجلى ذلك هذا في إنتاجه الفكري والعلمي من خلال تقديمه لعديد المحاضرات والندوات بالقطر التونسي وخارجه كالجزائر والمغرب ومصر وفرنسا وإيران. وللإشارة فإن ذهابه إلى إيران كان ضمن مشاركته ضمن المؤتمر الدولي المنعقد حول مخاطر الطيارات التكفيرية المنعقد بمدينة قم، حيث قدم محاضرة بعنوان الطيارات التكفيرية وخطرها على الأمة الإسلامية وعلى البشرية قاطبة وأسباب نشأتها. كتب ما يناهز 500 أو أكثر مقال حول قضايا متعددة في أغلب الصحف التونسية كصحيفة المسيرة التي كانت تصدر في أواخر الستينات، والصباح والإعلام وآخر خبر والضمير والشروق وغيرها. سنة 2014 عاد إلى جامعة الزيتونة مع الشيخ كمال سعادة رحمه الله كمدرس، كما كانت له عديد الردود والمداخلات بالتلفزات التونسية والعربية. هو عضو ميثاق علماء تونس، وهو مقدم الطريقة التجانية في مقام الإحسان، وقد أجازه الخليفة بتمثيل الشيخ سيدنا العيد بتمثيل شيخ الطريقة التجانية، وعينه مقدما للطريقة بتونس. كتب مؤلفاته ككتب وعددها 16 كتابا، منها ما تبع ومنها ما زال ومنها ما يزال ينتظر. من كتبه بدعة الوهابية في التمذهب وفي التمذهب بالسلفية وفي التوسل والوسيلة، موقع البهائيين في الحركات الهدامة، موقع القديانيين في الحركات الهدامة، التبرقع الصهيوني في العقيدة الوهابية، المسيح الدجال شر منتظر أظل الناس زمانه،
قبسات نورانية في شرح البردة البصيرية، بصائر من ربكم، السيرة النورانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب صدر من المطبعة يوم انتقاله رحمه الله، على الأقل كان فرحا وكان يقول الحمد. وقد قدمه شيخنا ودكتورنا معالي الدكتور خليل، كان يقول الحمد لله الذي سخرني لكتابة هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر إنتاج لي، وأوقف هذا الكتاب من أجل نصرة بيت المقدس، السيرة النورانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفرق ما بين السيرة الذاتية البشرية لمحمد ابن عبد الله والسيرة النورانية لمحمد رسول الله. متعة السائح في شرح صلاة الفاتح، صفو المقال في شرح جوهرة الكمال، وجوهرة الكمال هي تسلية صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله، وهي من خصائص الطريقة التجانية. خواطر حول قضية أصحاب الكهف، آدم عليه السلام، بين الاصطفاء والمعصية، الدعوة إلى الله إصلاح لا ثورة، الوسيلة والتوسل، شريعة آدم ومن بعده إلى يوم القيامة، الإسراء سفر في الزمن والعروج رحلة في الزمن، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحقيقة والمثال، مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أما هذه مجموعة الكتب، منها ما تبع ومنها ما لم يطبع. بالنسبة للبحوث والدراسات، العلاقة بين حديث دراسة عنوانها العلاقة بين حديث جبريل برواية عمر وبين حديث لي وقت لا يسعني فيه إلا ربي، معنى الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم، حقيقة العمل على إلغاء كلمة التصوف والتخلص منها، ضمائر المسلمين أمام معاناة الفلسطينيين. دراسة أخرى، أما آل لعلماء الأمة في هذا العصر أن يحطموا أصنامهم المعنوية، آفة التقليد ومخاطره على التفكير الإسلامي، داعش الوجه الخفي لعبادة الشيطان في ذكرى نزول القرآن، ظاهرة التكفير بين كبت حرية التفكير وإطلاق حرية التكفير، جور القانون في إباحة التبني، السلاح الخفي في حرب الخليج. ثم كتب مقالا رفضت الصحف آنذاك سنة 2014 أو 2015 نشره، لأنه كان تصدى فيه إلى قضية المساواة في الأرض. بدأه وعنوانه بحديث نبوي شريف، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، إعجاز التنظير بين السراج الوهاج والسراج المنير، وغيرها من البحوث والدراسات التي ما تزال مخطوطة بمكتبته رحمه الله. ونرجو أن يعيننا الله نحن أبناؤه على إتمام رسالته رحمه الله، كما نرجو أن ينتفع بعلمه وبما قدمه مع بقية علماء تونس، وأن يكون هذا في ميزان حسناتهم جميعا. فعمل ابن آدم ينقطع بعد انتقاله إلا من ثلاث، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه الثلاث علم ينتفع به. والحمد لله رب العالمين. وأريد في الختام أن كان أبيات شعرية كان محبا وكان شديد الترديد فيها، وكان يكرر ترديدها باستمرار، وهي لرسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما كان يقول: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرونا بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثا حديثي بين جلاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت صفاتا منك في الكأس. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أنا ابنه ونجله الأكبر، أشهد الله أني كنت بارا لوالدي، أني كنت مطيعا لوالدي،
رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله. رحم الله شيخنا الفاضل محمد علي القيوة، وهنيئا له، هنيئا له بهذا النجم، هنيئا له بهذه الصدقة الجارية، لأن العلم الذي بثه وتركه أيضا هذا الولد الذي يجب له الرحمات إن شاء الله تعالى. بارك الله لك في والده وفيما تركه من آثار تنفع بعد وفاته، وهنيئا له بك وبأمثاله. نلتقي الآن